السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معاكم بانيه، بس هنعمله بتتبيلة مختلفة، وهيطلع معاكي مقرمش وحلو ان شاء الله، يا رب يعجبكم. تعالوا معانا نشوف بقى المقادير اللي معانا ايه. معانا طبعا بانيه حوالي نص كيلو او اكتر حسب الكمية المتاحة معاكي. معانا هنا مية بصل، انا جبت بصلاية بشرتها وصفتها كويس قوي، خدت بس المية بتاعتها. معانا طبعا هنا البهارات، بصل بودر، توم بودر، ملح، بابريكا، معانا هنا كاري، كركم، وتوابل فراخ، وفلفل اسمر. هنشوف هنعمل ايه. نحط هنا مية البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضيف عليها كل البهارات دي او التوابل دي اللي معانا. وهنقلبهم بقى كويس قوي مع بعض، هتدوبي كل التوابل دي في مية البصل كويس قوي. اهي انا قلبتها كويس اهي، هبتدي انزل بقى فيها على البانيه واقلبه مع بعض كويس برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بتقلبي البانيه كله كده في التتبيله لحد ما تلاقيه شرب كله من التتبيله وبقى كله متغطي كده. انا قلبته اهو بقى بالشكل ده كده. هنغطيه وهنروح بيه على التلاجة. لو عايزه تتبليه من بالليل يستحسن طبعا، هيبقى احلى بكتير. لو طبعا وقتك ما يسمحش يبقى من ساعتين لثلاث ساعات. هنحطه في التلاجة وهنرجع بقى نشوف نجهزه عشان نقليه. رجعت لكم تاني بعد ما طلعت البانيه من التلاجة بعد ما اتبل. انا تقريبا اخد معايا حطيته في التلاجة يعني ساعتين، هو بالشكل ده اهو. تعالوا بينا نشوف بقى هنغلف بايه. معانا هنا بيضة، معانا الدقيق، ومعانا هنا الكورن فليكس او الكريسبي او البقسماط زي ما تحبي بالظبط اعملي. هنحط هنا الدقيق، هنضيف على الدقيق هنا يعني حوالي نص معلقة من البودر، تقريبا نص كده او اقل من نص معلقة كده اهي. هنحطها على الدقيق، وهنضيف عليه كمان معلقة من النشا. هيخلي الطبقة اللي برة حلو قوي كده. وهنقلبهم كويس مع بعض. طبعا البيضة هنحط لها طبعا الملح، شوية ملح وشوية فلفل. نحط رشة من الملح، رشة من الفلفل كده عشان الزفارة. هنحط معلقتين من اللبن عشان تفك البيضة كده، وهنقلبها كويس مع بعضهم. انا قلبت البيضة كويس اهو. هنا الكريسبي بقى هنبتدي نتبله، هنحط عليه شوية من الثوم البودر، البصل البودر برضو، وطبعا ملح وفلفل. بسيط قوي كده.
عشان طبعا هو ما بيكونش بيتبل. ممكن نحط عليه كمان رشة بابريكا. وطبعا هنقلبه برضو كويس قوي مع بعض. انا قلبت التوابل على الكريسبي او الكورن فليكس زي ما انتم شايفين كده. يستحسن يكون الكورن فليكس مجروش مش ناعم قوي، هيدي طبقه حلوه على من فوق وهتبقى مقرمشه وحلوه. هنبتدي بقى دلوقتي نغلف البانيه. هنجيب كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي هننزل بيه الاول على الدقيق وهنقلبه كويس، نغلفه بالدقيق كويس قوي. بعدين ننزل بيه في البيض. هنا بقى في خطوة، هنا لو حابة الطبقة اللي فوق تبقى سميكة ممكن ترجعيه للدقيق مرة كمان وبعد كده تنزليه في البيض تاني. حبها تبقى خفيفة كده يبقى هي مرة واحدة بس. احنا غلفناه بالبيض اهو، هنحطه في الكورن فليكس ونغلفه برضو كويس قوي. طبعا حابة تعملي بقسماط برضو دي حاجة ترجع لك. انا قلت اجرب الكورن فليكس بيدي طبقة حلوة من بره. نغلفها كلها كده زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي اهو. هنبتدي نعملها كلها بالشكل ده كده ونحطها في الطبق. هنخلص كل الكميه اللي معانا طبعا بالشكل ده كده وهرجع اوريكم شكلها ايه. انا غلفت كله زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. الخطوه دي بقى هعمل ايه، هروح بيه على الفريزر برضو لمده ربع ساعه كده علشان الطبقه اللي فوق دي تمسك زي ما انتم عارفين. وهنرجع بقى عشان نقليه. رجعت لكم تاني بعد ما طلعت البانيه من الفريزر اهو، قعدت ربع ساعه تقريبا. الطبقه اللي فوق يعني مسكت عليه شويه، نشفت اهي. هنكون طبعا مجهزين الزيت على نار عاليه وهنسخنه كويس قوي وهننزل بالبانيه. تعالوا نشوف بقى هنقليه ازاي. وزي ما قلنا الزيت سخن معانا على النار اهو، هنبتدي ننزل بالبانيه. لازم يكون طبعا الزيت سخن قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما شفنا سخن اهو الزيت. طبعا هتهدي عليه النار شوية، مش هتسيبيه عالي عشان البانيه ياخد راحته في السوى ويبتدي يستوي من بره ومن جوه، ما يبقاش احمر من بره ومن جوه مش مستوي. هنهدي النار عليه وهنسيبه بقى يستوي وهوريه لكم لما استوى شكله ايه. زي ما احنا شايفين اهو، هو ابتدى ياخد اللون اللي احنا محتاجينه اهو، مش عايزين محمر اكتر من كده عشان طبعا ما يتحرقش معانا. هو كده اللون حلو قوي. هنكون جاهزين بقى طبعا بالطبق، حاطين فيه المناديل المطبخ اهو كده عشان طبعا المناديل هتشرب الزيت. نبتدي نطلع بقى اللي احنا عملناه اهو، شايفين شكله الطبقه اللي عليه زي ما هي اهي. زي ما قلت لكم الفريزر بيخلي الطبقه اللي فوق دي تفضل زي ما هي. هنصفيه بقى من الزيت وهنبتدي نخلص بقيه كل الكميه اللي معانا وهرجع اوريكم شكله في الاخر بقى ايه.
وده بقى شكل البانيه بعد ما خلصناه كله اهو، حمرناه كله بالشكل ده زي ما انتم شايفين اللون بتاعه عامل ازاي، والطبقه بتاعته الخارجيه حلوه قوي ازاي اهي، ومقرمشه من جوه مستوي جدا اهو، مفيهوش اي مشكله خالص. زي ما انتم شايفين اهو ده شكله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله تكون الطريقه بتاعتي عجبتكم، وتكون التتبيله ان شاء الله تعجبكم تجربوها. وطبعا ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد اعمله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.